നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് Allah, 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 Allah.
خلق كلهم أبدا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختصم يوم تفوس فيه البرسور النجوم قد أنذروا بحلول للبوس والنقام وبعد إيمان كيس تابق ومنصدع تشمل أصحابي كيس را غير ملتئم والنار خميد الذول أنفاسي من أسفي عليه والنهر صار العين من صدام اشفع لنا يا اشفع لنا يا اشفع لنا يا محبوبي اشفع لنا يا اشفع لنا يا اشفع لنا يا محبوبي مولاي سيء وسالم دائما ابدا على حبيبك خاي الخلق كلهم وساء سوى تأل قامت بحيرتها ورد واردها في الغيل حين العمي كأن بالنار ما في ماء من غلال حسن وبالماء ما النار من غرام والجن تغتفها الأنوار صافية والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فائع لان البشائر لا اسمع وبارقة إنذاري لم تشمي خذ بيدي يا خذ بيدي يا خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا خذ بيدي يا خذ بيدي يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خاي الخلق كلهم المولى يا سليم وسالم دائما أبدا على حبيبك خاي الخلق كلهم نبذ به بعد تسبيهم ببطنه ماء نبذ المسبيهم أغشائي ملتقيم جاءت لي دعوته الأشجار سازدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سفرت سفرا لما كتب فروعها من بدي الخاتم مثل الغمامة أنا صار صغيرة مثل الغمامة أنا صار صغيرة تبقيه حر وفي سل الهجر حبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
حبيبك خاي للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خاي للخلق كلهم. ഭൂ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അറിവിൻ വാഹകേന്ദ്രം ആദർശപ്പെട്ടയോട്ട ഭൂമിയിലെ അഗ്നിസ്ഫരികം ശേഖുന ബേക്കലുസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്.